بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما بعد، فما زلنا في هذا المجلس المبارك لإسماع كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقبل البدء بهذا المجلس نحب أن ننبه لبعض التنبيهات. الأول، أتتني بعض الرسائل تسأل عن سماع الحديث المسلسل بالأولية في بداية المجلس، والآن أسمعناكم هذا الحديث كم مرة يا أخوان؟ 3 مرات. فلا يلزم أن نقول الآن نسمع الأولية، إنما مجرد سماع الأولية باللفظ يحصل به المقصود. فأنا كنت متعمدا إدخال الحديث في المقدمة حتى يصح السماع للإخوة الذين لم يسمعوا هذا الحديث من قبله، ففي أول مجلس. فالإخوة الحاضرين أو الإخوة اللي يتابعون عن طريق النت فقد حصل لهم سماع المسلسل بالأولية 3 مرات، وهذه المرة الثالثة. أيضا ننبه أيها الأحبة على مسألة أيضا تكون رسل خير لنا فيما إذا استشكل على مثل هذه المجالس، قال أنه كيف يقرأ كتاب في يوم وكيف يفهم الإنسان وكيف وكيف، من بعض الإشكالات التي قد تطرح. ونقول أن هذه الطريقة هي طريقة أهل العلم، وكانوا يعرضون الكتب بالسماع والرواية والإجازة، لأن المجالس تنقسم إلى أنواع، منها مجالس العرض والسماع والرواية، وهناك مجالس الدراية. وهذه المجالس يطول المقام بطالب العلم والملقي لهذه الدروس، ويكون النظر إلى قضية استشراح الحديث ويعني ذكر المسائل المتعلقة بكل حديث إلى آخره، وهذا يطول بها المقام ولها مقامها الخاص. أما مقام الرواية فالناظر إلى سير العلماء والمتتبع إلى أحوالهم يجد أن هذا الأمر قائم عندهم، وذلك تجد في المخطوطات في آخرها عرض وسمع على مؤلفه ومصنفه بحضور كذا في كذا مجلس، ويكون مجالس قليلة ومتقاربة، فينجز الكتاب، يكون على القصد منه العرض والرواية والسماع. أيضا من باب الإفادة، هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم ونافع جدا، من صور الاستفادة منها إخوان قراءته، ولو إنسان يقرأه في بيته قراءة فقط، قراءة وتدبر للألفاظ. وكذلك أيضا من صور الانتفاع بهذا الكتاب كما هو الآن في هذا المجلس المبارك الذي أنا أتكلم، أقول أكاد أجزم أن معظم الحضور الحمد لله استفادوا كثيرا من سماع هذه الأحاديث وتأملوها وفهموا كثيرا من معانيها. كذلك أيضا من صور الاستفادة هي قضية العرض والسماع والحصول على شرف الرواية واتصال السند بأهل العلم الفضلاء. كذلك أيضا من صور العناية بهذا الكتاب حفظه، والإنسان يتحفظ هذا الكتاب لأنه يعتبر أصيل، وكل ما فيه حديث صحيح إما متفق عليه أو رواه البخاري أو رواه مسلم حسب ما ذكره بعض أهل العلم الذين تتبعوا المصنف رحمه الله كالزركشي، فقد بين أن الشيخ رحمه الله لم يلتزم بشرطه الذي ذكره في المقدم في بعض الأحاديث وهي مذكورة في مكانها. كذلك أيضا من صور الاستفادة من هذا الكتاب دراسته واستشراحه على أهل العلم كحال الدروس القائمة الآن. كذلك من صور الاستفادة من هذا المتن قراءة شروحه المطبوعة المتداولة بين الناس حتى يستفيد منه طالب العلم. وكذلك من صور الاستفادة من هذا الكتاب تلخيص هذه الشروح، لا لقضية النشر والتأليف، إنما لقضية الفائدة العلمية، فطالب العلم إذا لخص هذا الكتاب استفاد فائدة كبيرة. كذلك من صور الاستفادة من هذا المتن سماع الشروح عليه المسجلة، وخاصة لكبار العلماء، وخاصة ممن توفاه الله سبحانه وتعالى وفاة الطالب الجلوس بين يديه، فنعمة سماع نعمة تسجيل هذه الدروس نعمة عظيمة. فينبغي لطالب علم أن يعني يسمع للشيخ بن باز رحمه الله، أو الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أو الشيخ بن جبريل رحمه الله أو غيره. وبالمناسبة الشيخ بن جبريل رحمه الله قد درس عمدة الأحكام في هذا المسجد سنوات، وهي الشرح الموجود في التسجيلات اللي سجلت تسجيلات الراية، شرحه في هذا المسجد في سنوات وهو مسجل كامل وأظنه طبع. فطالب العلم يستفيد وينتفع بهذه الدروس العلمية. وقفنا في مجلسنا السابق عند كتاب الطلاق، وهذا الكتاب
هو نوع من التراجم التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى، وسميناها أو هي من أي نوع من أنواع التراجم؟ التراجم إيش؟ الكلية الإجمالية، والتي عددها كم يا أخواني؟ 19 ترجمة. نبدأ إن شاء الله في المجلس الثالث والأخير في كتاب الطلاق، ونسأل الله للتيسير وحسن الختام. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين يا رب العالمين. وبأسانيدكم حفظكم الله للإمام عبد الغني المقدسي في كتاب عمدة الأحكام كتاب الطلاق، قال: كتاب الطلاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. وفي لفظ: حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ: فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية: طلقها ثلاثا فأرسل إليها وكيله بالشعير فسخطته فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة. وفي لفظ: ولا سكنى. فأمرها أن تعتد في بيت أم الشريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصلوا كل مال له انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط. باب العدة. عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عمرو بن لؤي، وكان من شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة فمسحت بذراعها، وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. الحميم القرابة. وعن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قالها مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعدك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة،
قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قالها 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتلاعنا كما قال الله عز وجل. ثم قضى بالولدين للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر، واحتجي ابنه يا سودة، فلم تره سودة قط. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق وسرير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد؟ فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. وفي لفظ: كان مجزد قائفا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه، كتاب الرضا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك فتربت يمينك. قال عروة: وبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح إذني له. وعنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأرضى عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال: فاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة عمي ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا.
كتاب القصاص. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ من المسلمين يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حمد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة أخوان هو إذا التكبير يعني تقديم الكبير، السنة تقديم الكبير. نعم. وفي حديث حماد بن زيد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم أو فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل صدقة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان. حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقاتل كان في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن ساعتي هذه حرام، لا يرد شوك شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله، اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد نوامة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد لهم فمحمد بن مسلمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل بن النابغة الهذلي فقال: يا رسول الله، كيف أغرى من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل مثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هو ومن إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا غض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيته، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: حدثنا جندب أو جندب في هذا المسجد، وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع وأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. يكون خالدا في النار يا إخوان، حرمت عليه الجنة. هذا الحديث يعتبر من حديث الوعيد، يروى ويقرأ على حاله للزجر والردع، إن فهم خلاف المراد به بحيث أنه بني عليه كفر من ارتكب الكبيرة كمن قتل نفسه، هنا يفسر وبين. فما يكون تفسيره بيانه حرمت عليه الجنة، وش يكون تفسيرها بيانها؟ أيوة، اللي هو التحريم، اللي دخول الجنة ابتداءً
ابتداء، فلا يدخل الجنة ابتداء، فسيدخل النار إلى أمد، ثم بعد ذلك يخرج منها إن مات على التوحيد، إن مات على التوحيد. أما إذا كان منافقا الموضوع آخر. نعم، وهذه من أحاديث الوعيد. أحسن الله إليكم. كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم ناس من عقد أو قال عرينة المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت عيونهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وأخرجهم الجماعة. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنهما قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فنزل بامرأة فزنى بامرأتي، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغد يا أنيس لرجل من أسلم على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الأجير. وعنه عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي. فقال له: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي. فقال له: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. والرجل هو ماعز بن مالك، وروى قصته جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الأسلمي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها أو يقيها الحجارة، الرجل الذي وضع وضع يده على آية الرجم، عبد الله بن سوريا. عبد الله بن سوريا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة فبقعت عينه، ما كان عليك جناح. باب حد السرقة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: تشفع في حد من حدود الله. ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي نفس قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجلدة نحو 40،
قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. عن أبي بردة رضي الله عنها هاني ابن نيال البلوي أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت أو وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لا أطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله: فقيل له: قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سليمان بن داود عليهما السلام تزوج أو له 70 امرأة 70 امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، ومع ذلك أداء الإسلام، يعني تكلمون يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كثير النساء، وهذا دليل على أن الأنبياء السابقين كان لهم أيضا زوجات. نعم، أحسن الله عليكم. في رواية هذه 70 وفي رواية 90. نعم، أحسن الله عليكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فأجر لقي الله عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. عن أشعث بن قيس أنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتل. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. باب النذر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في وثربة يوما وفي المسجد الحرام. قال: فأوفي بنذرك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي به خير وإنما يستخرج به من البخيل. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لي: تمشي ولتركب. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: استفتى سعد بن أبي بن سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقضه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. باب القضاء. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من مالي بغير علمي، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من مالي بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم
فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنت كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية: لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. كتاب الأطعمة. وعن النعمان البشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، أدركتها فأخذتها فأتيت بها بطلحة فذبحها، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بوريكها وأوفخ وفخذيها، فقبلوا لغبوا أعيوا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، في رواية: ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اكفئوا القدور ولا تأكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي برب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر: المحنوذ المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة أو المحماة. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. وعن زهدم بن مضر بن الجرمي أنه قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال: وهلم، فتلكى فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. باب الصيد. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد، وفي أرض أصيد بقوسي، وفي كلب الذي ليس بمعلم، وفي كلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فلا تأكله.
وحديث الشعبي عن عدي نحوه، وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين، وفي رواية اليومين والثلاثة، فلم تجد إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قاتله أو سهمك. وعن سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتلى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليبة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفي، ثم قاسم فعدل عشرة من الغنم بعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خير يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا لا أقول عدوي غدا وليس معنا مودا أفنذبح بالقصب؟ قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وليس السن والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، الأوابد الوحش التي قد وحشت ونفرت من الإنس يقال أبت تأب أبودا. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على صفاحهما الأملح والأغبر وهو الذي فيه سواد وبياض. كتاب الأشربة. وهذا آخر باب من الأبواب التي عقدها المصنف. نعم. أحسن الله عليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام، البتع نبيذ العسل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. كتاب اللباس. عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ما رأيت من ذي لملمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القاسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب وعن شرب الفضة والمياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعله فصه في بطن كفه إذا لبسه فصنع الناس، ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم أو الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعل في يده اليمنى. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعي أو ثلاث أو أربع. كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس
لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروح والعبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن ندخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج من هنا إلى ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح مسك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أخرجه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عينا من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفذني سلبه. وفي رواية: فقال: من قتل الرجل؟ فقال: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهمنا 12 بعيرا، ونفذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان. وعنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجر النبي صلى الله عليه وسلم ضمر من الخير من حفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. هذا الكتاب هو آخر التراجم الكلية الإجمالية. هذا الكتاب أو هذه الترجمة هي آخر التراجم الكلية الإجمالية التي وضعها المؤلف بقوله كتاب، التي عددها كم؟ 19. إذن هذا هو الكتاب 19. نعم. والأخير السلام الله عليكم. كتاب العتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ له: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه. آخر كتاب العمدة في الأحكام. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد قرئ كتاب العمدة للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، والمسمى عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام، عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في ثلاثة مجالس بدأت بعد صلاة العصر من يوم الجمعة 27 من شهر جماد الآخرة من عام 41,400 من الهجرة، إلى قريب الساعة 9 مساء من نفس اليوم، بقراءة الأخ الشيخ معاذ بن عبد الله الفهيد لأوله، وقراءة الشيخ سعد بن محمد الزهراني لباقيه، وذلك بجامع الراجحي بحي الصفا بمدينة الرياض. قد حضر المجالس عدد من طلاب العلم وطالباته بالجامع، كما شاركنا بالسماع عن طريق الأنترنت بواسطة أكاديمية رواية عدد من طلاب وطالبات العلم. وقد أجزتهم بهذا الكتاب إجازة خاصة، وبكل ما يجوز لي روايته إجازة عامة، كما أجيز الإخوة بشرحين لهذا الكتاب. الأول شرح عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، فأرويه عن زهير الشاويش بما أجازه به المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك أيضا أجيزكم بشرح العمدة لشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وفقه الله تعالى، فقد أجازني بجميع مصنفاته ومنها هذا الكتاب، فأجيزكم به أيضا إجازة خاصة. وفي ختام هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للاجتهاد في التحصيل العلمي، لأن هذه المجالس أيها الأحبة ما هي إلا مفاتيح خير تفتح لطالب العلم آفاقاً في العناية بكتب السنة النبوية. فمثل هذا الكتاب الذي يشرح في أشهر، بل والله في سنوات،
يقرأ في ليلة واحدة إنه لخير عظيم. ولا نقول أننا بهذه القراءة قد حصلنا مقاصد هذا الكتاب، لكن هذا الأمر هو خطوة في طريق التحصيل العلمي من خلال السماع والعناية بالشروح والعناية بالتحصيل العلمي. فنسأل الله للجميع التوفيق والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبالنسبة للإجازات فالإخوان يذكرون لنا في الجامع جزاهم الله خير أن الأسماء التي سجلت عن طريق الرابط، وأيضا الإخوة الذين حضروا أسماءهم هنا، سوف يتواصل معهم الأخ المنسق وترسل لهم الإجازات ويخبرون بطريقة تسليم هذه الإجازات للجميع، سواء الحاضرين هنا أو الذين يتابعون عن طريق إن شاء الله الأنترنت. الله يجزاكم خير وبارك فيكم.